أخبار ثانية. يلا. إيش صار أمس؟ طبعا كلنا تابعنا بالأمس مباراة المنتخب السعودي في مواجهة منتخب قرقستان، واللي فاز فيها الأخضر بهدفين مقابل صفر. وبهذا طبعا نقدر نقول إنه بهذا الفوز نقدر نقول إنه المنتخب السعودي تأهل إلى دور 16 من كأس آسيا لـ2023 المقامة في قطر. إيش نقول؟ ألف مبروك. مباراة حلوة. شفتي مباراة؟ اي طبعا شفتها امس. ممكن ما شفت الاولى، بس شفت المباراة امس، كانت رهيبة بصراحة. المباراة الاولى كانت شوي مستفزة بالنسبة لي، حرقت اعصابي، بس امس كانت متعب. حلوة حلوة. يعني احنا لو بنتكلم عن قرقستان بالتحديد، يعني ما يعتبر ترى من الـ يعني والله مو بشخصنا الموضوع، انا عبري ما يعتبروا ترى من المنتخبات القوية. هذا شيء. الشيء الثاني، كسروا عيالنا امس، داخلين مصارعه مو بكره. كسروا عيالنا واحنا كسرنا رؤوسهم، احنا كسرنا. بس عادي، اقول لك شيء. يعني انا عندي، شوفي، الف مبروك وفخورين ومبسوطين بصقورنا وفخورين بمنتخبنا ولعيبتنا. فيصل غامدي، كنو، محمد كنو، هم هذه الهدفين. اول هدف كان واضح اني يعني شكلي بروح اقدم كوره بقدم كوره يا جماعه مع تركي العجم. لا بس الصدق ان المباراه مره حلوه، لكن انا توقعت ان نجيب اهداف اكثر. يعني ممكن كان نطلع من المباراه باربع خمس اهداف، ست اهداف عادي. طيب، وخصوصا ان الخصم قرقستان ترى كانوا اخر، يعني على نهايه المباراه كانوا يلعبون بتسعة لعيبة. يعني تستوعب 9 لعيبة مقابل 11، فيعني احس كان عندنا فرص مره كثير. انا شوي ناقده على الاداء، شوي مو مره، بس يلا الحمد لله فزنا وتاهلنا، وان شاء الله المباريات القادمه اجمل واقوى.